السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير حلوة المقروطة المحشية بالكاوكاو وحلوة الترك. هذا هو الطابع. أولا واش راح نحتاج؟ راح نحتاج إلى 200 غرام تاع الزبدة، نص كاس سكر، رص المغرف تاع خميرة كيميائية يعني كمية قليلة جدا، ونحتاج إلى الفرينة يعني سا ديبون شحال راح تدي هنا، لأنو العجينة هذه ما هيش رايحة يعني ندير لها البير، يعني لموها غير السكر الزبدة والفرينة. بالنسبة للعقدة نحتاج إلى كمية من الكاوكاو، معجون والعسل اللي متوفر عندكم، نحتاج قليل من حلوة الترك. أول شيء راح نحط الزبدة، لانه لازم تكون فونجو راح نخدمها باليد. كما قلت لكم 200 غرام تاع الزبده. الان راح نذوبها مليح باليد بهذه الطريقه، نستعمل دائما اليد. ثم نضيف السكر، نخلط جيدا بهذه الطريقه. ثم مباشرة نضيف كمية قليلة جدا، يعني راس المغرف تاع القهوة تاع الخميرة. إذا تحصلوا على هذا الفونجو مباشرة، راح نطم بالفرينة، ما تكثروش بزاف باش تقدروا تحكموا فيها، يعني اضيفوا الفرينة غير بشوية هالطريقة. ضموا الأصابع اليد فقط. الآن راح نستخدم اليد اللي ما خدمتش بها، ندير هكذا العجينة اللي شتها باللي ماهيش تتلصق، يعني حك مرحة. شوفوا يعني هي طرية بزاف، يعني كي تشوفوها تقولوا باللي مازال تتشد الفرينة، لكن غير نشوفوها باللي ماهيش تلصق نحبسو. إذا هنا راح نبدأ نخدم. بسم الله، ندير كرة هكذايا صغيرة، نحكم المول ديالي، نديرو شوية فرينة هكدا، ثم مباشرة نحط الكرة في القالب ونبدأ نمشي العجينة بهالطريقة هكذا. من بعد نحي الجوانب هكذا براحة اليد هكذايا، نجيب الطابع الثاني نطبع هكذا به، نتحصل على هذا الشكل. نكمل كامل الكمية تاعي ونرجع. إذا ندخلها للفرن ساخن 180 درجة، كي طيب نرجع فيما بعد. اذا كيما راكم تشوفوا الحلوه تاعي طابت هنايا، طيبتها دوري. شوفوا كيفاش يجوا القوالب فارغين من الداخل هكذا، نحشيهم. هنا كيما قلت لكم عندي الكاوكاو، الان راح نضيف حلوه الترك. ماذا بكم تكون شهرزاد لانها سهله باش للذوبان. شوفوا نذوبها هكذا مليح بيدي. الآن نضيف ملعقة تاع الكونفيتور، الآن نبدأ الحشوة تاع الحلوة تاعي، نعمر هكذايا، نصطفها هكذا مليح باليد، نديرها شوية بومبي باش تغلق مع الحبة الأخرى هكذا. بعد نديرو كونفيتور هنايا ونزينوها في كاوكاو يكون ناشف، يعني ماشي ما فيهش لا كونفيتور مع حلوة الترك.
نكمل كامل الكمية تاعي ونرجع بعد ما نزين الحلوى. إذا هذه هي الحلوى تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. إذا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو وتشاركوا بين الأصدقاء تاعكم. نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.